بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody. السلام عليكم أعزائي الطلبة، أعزائي التلاميذ سنة تالتة ابتدائي. حبايبي، نحل امتحانات النهاردة إن شاء الله. أول امتحان هيجيلكو بالشكل ده. الامتحان أول سؤال هيجيلكو هيبقى listen and number the pictures. اسمع وحط الأرقام على الصور. number one اللي أنا هقول عليها هتعمل عليها number one duck. طبعا الإجابة duck اللي هي معناها بط. number two Tuesday. Tuesday طبعا الإجابة number two Tuesday اللي هو يوم الثلاثاء. عندنا number three brain. brain number three brain يعني طبعا الإجابة مخ. number four thirsty. thirsty thirsty الإجابة طبعا number four thirsty يعني 30. number five طبعا هي خلاص كده اتعرفت rain يعني مطر. مطر يعني rain. number two السؤال الثاني question number two listen and fill in the gaps. املأ الفراغات. اسمع واملأ الفراغات دي. can she play the طبعا اللي حافظ الconversation قوي واللي هي بداية كل وحدة هيعرف يكتب ويحل على طول السؤال ده من غير ما يسمع. بس احنا هو ده هتسمع برضه هتكتب. the guitar. guitar اللي هي آلة الجيتار. الإجابة yes she can. yes ما ينفعش اقول no عشان لو قلت no هنا هيبقى can't. ما ينفعش اقول ايه can. yes she can. read and match a with b. اقرا وصل العمود كولم a بالعمود b. is today طبعا الاجابه is today Friday. احنا كنا واخدينها في الدرس Monday. ممكن يجي بالك is today Friday هل النهاردة الجمعة. is today Monday هل النهاردة الاثنين. is today Tuesday ممكن يجيب لك اي يوم من ايام الاسبوع تاني. طبعا بادئ بس يعني هل what are what are نوصلها بايه. انا بادئ بأداة استفهام يبقى لازم يكون في الاخر في question mark وعلامة استفهام يعني question mark. what are they doing طبعا are بتاخد they في الاخر في question mark. what are they doing ماذا هم يفعلون. I like it. I like it. I like it انا احبها. you're welcome. لا الإجابة طبعا it's a nice place. it's a nice place إنها مكان لطيف. it's a nice place ده الإجابة. I like it. it's a nice place. thanks شكرا للرد على شكرا. you're welcome مرحبا بك أو على الرحب والسعة. thanks you're welcome. طبعا كده hold on دي مش طبعا مش موجودة في أي حاجة خالص. choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. this is you الإجابة for you هذه من أجل. this is for you هذه من أجل. may I to هشام please الإجابة may I احنا واخدينها في الدرس ايه speak هل ممكن أتحدث مع مستر هشام او هشام بليز لو سمحت. على فكرة يا جماعة انا معاكم مستر فرحان عطية اللي بيكلمكم دلوقتي عشان تبقوا عارفين مستر فرحان عطية ماشي. علشان اسف ان معرفتش بنفسي في البداية. this ولا that or these are green trees الاجابة these يعني هؤلاء. ما ينفعش اقول this و that. this و that معناها هذا وهذه للمفرد. ليه خدت these هؤلاء عشان trees اشجار اول حاجة كلمة جمع وعشان are
برضو الفيرب ده بلورال فيرب جمع، يعني يكون هؤلاء يكونوا أشجار خضراء. I like drinking، أنا أحب شرب الإيه، طبعا تي الشاي جاي من كلمة drink، ضيف لها إن جي بقت drinking يعني الشرب. بيرس داي إز مانداي، هاخد طبعا، ما ينفعش اخد ان، ما ينفعش اخد ان، لازم اخد اون قدام امام ايام الاسبوع، اقول اون اون مانداي، اون معناها على اساسا، بس هنا بتبقى قدام ايام الاسبوع بيبقاش معناها على، بيبقى معناها في. بيرس داي عيد ميلادي از اون مانداي، في يوم الاثنين. اد ذا بيكتشرز اند ان سكرامبل ذا ووردز، عاد ترتيب الكلمة، ده بيعمل ايه؟ ها زي ما خدناها في الدرس، تيك ا شاور، تيك شاور، استحم. ده كلمة عنب يعني ايه؟ المفروض تكون حافظ الكلمة عشان تعرف ترتب الكلمات صح. تيك طبعا هنا تي اي كي اي سايلنت، شاور اس اتش او او اي او او دبليو اي ار. طبعا عنب، جريبس، ترتب بقى الحروف دي صح زي ما انا رتبت كده، تيكا شاور. فرنسا فرنس، لفرنسا يعني، زبادي يوجورت. طيب look and write a sentence، اكتب جملة واحدة under each picture، كل تحت كل صورة. number one هنا هتقول مثلا الساعة الخامسة، هتقولها بالانجليزي ازاي بقى؟ زي ما اتعلمنا خامسة تماما، It's 5 o'clock. 5 ايه؟ o'clock، انها الخامسة تماما. طب لو عاوز خمسة وربع مثلا، It's 5:14، 15. طيب هنا عايزة تقول هو نائم دلوقتي في المضارع المستمر، اقولها ازاي بالانجليزي؟ He، وبعد كده verb to be اللي هو is sleep، هتنضيف لها ing عشان جاي قبلها is او am او are، لو جت قبل الفعل بنضيف ing للفعل. sleeping هو يكون نائم، he is sleeping. ده اخر سؤال بقى، banquet with the following، اخر سؤال، مش لا اخر سؤال اللي هو سؤال الخط ده، هتنقل السطرين دول تاني. السؤال اللي قبله اللي هو البانكت ويت، اول حرف بعمله كابيتال، هاو ال اتش تبقى كابيتال في الاخر، يا اما احط فول ستوب نقطه، يا اما احط كويشن مارك. هنا احط نقطه ولا علامه استفهام؟ ها طبعا احط علامه استفهام، كويشن مارك، عشان بادئ بهاو، بسال هاو اولد ار يو، كم عمرك، يبقى انا بسال، يبقى لازم احط في الاخر كويشن مارك، علامه استفهام. اتمنى بقى يا حبايبي ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، والاعجاب بالفيديو، مشاركه الفيديو مع اصدقائك عشان يستفيد غيرك، والتعليق أسفل الفيديو لو حتى بكلمة تم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.